لطالما كانت الفنون العمانية الشعبية من أهم مقومات التراث العماني، فهي موروث حضاري تم تناقله من قديم الأجيال. واللي تتبع الفنون الشعبية العمانية راح يلاحظ أنها متعددة ومختلفة على حسب المنطقة أو الولاية. ومنذ تولي صاحب الجلالة المغفور له السلطان قابوس طيب الله ثراه مقاليد الحكم في سنة 1970، كانت رؤيته دائما تجاه عمان الحديثة ومستقبل مشرق لها، مع الحفاظ على موروثها الحضاري والشعبي. وكانت الثقافة والفنون الموسيقية في مقدمة أولوياته، فتم إنشاء فرق الموسيقى العسكرية، مركز عمان للموسيقى التقليدية، الجمعية العمانية لهواة العود والفرق الشرقية، وأيضا إنشاء الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية عام 1985. ولأن الفن والثقافة والموسيقى كانت من أهم تطلعات السلطان الراحل، تم افتتاح دار الأوبرا السلطانية بتشريف من المغفور له بإذن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه في سنة 2011. فكانت أول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي. عند دخول الزائر لدار الأوبرا السلطانية العمانية سيلاحظ المزيج الرائع في تصاميمها من النقوش والزخارف المختلفة اللي كانت مزيج ما بين الماضي والحاضر. تحتوي الدار على تقنيات حديثة جدا من حيث الصوت والإضاءة، وتتسع لألف ومائة شخص على خشبة المسرح المتحركة على حسب نوعية العرض المقدم. آلة الأورغن من أهم مكونات دار الأوبرا، فهو أكبر وأثقل أورغن متحرك حول العالم. تحتوي دار الأوبرا على بعض المقتنيات والهدايا التي قدمت للسلطان الراحل، وأصبحت الآن مقتنيات خاصة بدار الأوبرا السلطانية العمانية. What kind of music do you prefer? Well, I listen to some of my own music. I mean, that is our own. But for real relaxation, I listen to classical music, which I love very much. وفي منتصف شهر يناير من سنة 2019 تم افتتاح دار الفنون في دار الأوبرا السلطانية، ليضاف معلم آخر يسهم في تنفيذ رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ورعايته للفنون والثقافة وأهميتها في إرساء رسالة السلام لكافة أقطار العالم.